مرحبا يا أصدقاء، اليوم حلقتنا أسطورية يا أساطير. اليوم حلقتنا نار، اليوم حلقتنا دمار. وإذا أنت أول مرة تشوف هذا الفيديو وبتحب قصص الغموض والرعب، تقدر تدعمني تعليق حلو بلايك باشتراك. طيب خلينا نبدأ في القصة. شخص مسلح كان يطلع بالليل في شوارع نيويورك، كل ما يشوف فتاة أو شخص قدامه بيطلق عليه النار. هذه القصة مش خيالية، قصة حقيقية. بطلها قاتل متسلسل اسمه ابن سامي. خلينا نتعرف على التفصيل أكثر. لحظة قبل ما نبدأ بالفيديو، هذه العدسة اللي بصور فيها حاليا 18-55، أما اللي بقيت أصور فيها قبل 50 ملي، وأنا عارف إنه هذه أفضل من اللي ركب على الكاميرا، بس مشكلتي أنا بدي أحطها أبعد مني 3-4 متر، فالعدسة 18-55 اللي ركب على الكاميرا بيني وبينها متر، فأفضل إلي في التصوير وعشان السيفت بوكس، فناقصني بس اللي هو الإنارة اللي ورايا، وإن شاء الله لقدام بتزبط الاستديو حاجة حاجة وبدعمكم. فأتمنى قبل ما أبدأ القصة حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة. فقبل ما نبدأ في قصتنا لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهاتوا الإنترو. ديفيد بير كورتيز انولد في 1 يونيو عام 1953 في مدينة بروكلين في نيويورك. ولدته من عيلة يهودية فقيرة. تزوجت برجل أمريكي من أصل إيطالي اسمه توني فالكو، وبعدين تركوا بعض، وبعد فترة والدته عملت علاقة مع رجل متزوج اسمه جوزيف كلينمان، وأنجبت منه ديفيد. ومن سوء حظ هذا الطفل ديفيد، أمه عرضته للتبني بعد أيام قليلة من ولادته، والسبب اللي خلاها تعمل هيك مش معروف. يمكن السبب لأنه كليمان هددها عشان تتخلص من الطفل، وما تأثر على سمعته واسمه. وفعلا تم تبني الطفل ديفيد من شخص اسمه بيريل وزوجته ناتان. كان لهم متجر لبيع الأجهزة المستخدمة، وما كان عندهم أطفال. فطفولته كانوا جيرانه وزملائه في المدرسة يشكوا منه، وكان عنده هوس السرقة وشعل النار من هو صغير. أبوه بيريل عرضوا على دكاترة نفسية. لما كان عمره 14 سنة ماتت والدته بالتبني لأنها انصابت بمرض سرطان الثدي بعيد عنا وعنكم، وموتها أثر كتير على نفسيته لأنه كان متعلق فيها كتير، واللي زاد التوتر في حياته لما أبوه تجوز مرة تانية، فكان يكره مرت أبوه كتير. دخل في الجيش الأمريكي وخدم في كوريا الجنوبية، وقالوا عنه أنه بارع بالرماية باستخدام مسدس عيار 44. ولما خلص الخدمة بكوريا الجنوبية رجع لبلده وصار يدور على أمه الحقيقية. في أوائل السبعينيات اتعرف على أخته من زوج أمه اللي هي أخته غير الشقيقة روزلين. لكن ديفيد بعد ما عرف أنه أمه تركته وهو صغير، ترك أمه وأخته وعصب كتير عشان أمه تخلت عنه، وقرر ينتقم من جميع النساء، خاصة أنه انصاب بمرض بالجهاز التناسلي لما عمل علاقة غير شرعية مع امرأة عاهرة، والعياذ بالله. الله يبعدنا عنهم يا رب. خلال فترة عمله في الجيش اشتغل ديفيد في وظائف كتير لحد ما استقر في خدمة بريد في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت مهمته يفرز الرسائل. وفي هذه الفترة وكان ديفيد السبب في إشعال الحرائق في أكثر من مكان في المدينة، ووصلت معاه في إشعال النار في المباني المهمة، وكانت أول محاولة قتل عام 1975 استخدم فيها سكينة مطبخ وقتل امرأتين على جسر في شمال مدينة نيويورك. بعدين تحول لاستخدام مسدس عيار 44. وفي يوليو في تمام الساعة 1:30 الليل، فتتين أصدقاء لوريا وفالنتي، هدول بيشتغلوا ممرضات، كانوا قاعدين في السيارة بيحكوا مع بعض بعد يوم شغل طويل. لوريا لما فتحت باب السيارة شافت واحد من بعيد بيجري عليها، فخافت وأجت بدها تطلع بالسيارة، ولما فتحت باب السيارة لقت وقرب منها بسرعة، فقالت ايش هذا؟ طلع المسدس من كيس ورقي واطلق النار عليها. رصاصة اجت في راسها وماتت فورا، واطلق كمان رصاصة على صديقتها لكن اجت بالغلط واجت في فخدتها، وبعدين هرب بسرعة. فالنتي قالت ما تعرفت على القاتل، ووصفته رجل ابيض في 30 من عمره وشعره قصير مجعد. وحسب اقوال شهود العيان قالوا انه في سيارة صفرة في المكان قبل الحادثة بساعات، وفي اكتوبر تكررت نفس الجريمة. زوجين كانوا قاعدين في السيارة في منطقة منعزلة، كان الزوجين كاردينارو اللي بيشتغل حارس امني كان شعره طويل بيصل لكتافه، وزوجته روزماري عمرها 18 سنة. هدول الزوجين كانوا قاعدين بالسيارة، وفجأة اجا واحد اطلق عليهم النار، والزوجين فكروا انه السيارة انفجرت وما قدروا يشوفوا مين اطلق عليهم النار. روزماري اتصابت في جروح سطحية بسبب اجزاز السيارة، ودينارو اتصاب في راسه بس نجا من الحادثة وما ماتش. اعتقدت الشرطة انه الشخص المهاجم غلط وفكر دينارو امرأة بسبب شعره الطويل. كان والد دينارو محقق مخضرم في الشرطة، وهذا اللي خلى الشرطة تعمل تحقيق مكثف في الحادثة. كانت تفاصيل حادثة دينارو بتشبه حادثة لوريو فالنتا. والجريمة الثالثة دونالي ماس وجوان
لومينو، طالبتان عمرهن 18 سنة، رجعوا من المدرسة على البيت وهم واقفين عند باب البيت بيحكوا مع بعض. قرب منهم رجل لابس زي عسكري وطلع مسدس وأطلق النار عليهم، ولما وقعوا على الأرض ظل مستمر في إطلاق النار عليهم وبعدين هرب من المكان. وأحد الجيران سمع صوت إطلاق النار فجري على المكان بسرعة، قال إنه شاف رجل أشقر بيهرب ومعه المسدس. ديماس انصابت برصاصة في رقبتها، أما جوان انصابت في ظهرها فانصابت بمرض شلل نصفي. في يوم 30 يناير الساعة 12 بنص الليل كان في سكرتيرة اسمها كريستين فرويد عمرها 26 سنة وخطيبها جون ديال عمره 30 سنة، كانوا قاعدين بالسيارة بيستعدوا بدهم يروحوا على صالة الرقص بعد ما شاهدوا فيلم بروكسي. اجا واحد واطلق عليهم 3 رصاصات، طلع ديال من السيارة وصار يطلب النجدة، لكن كريستين انصابت برصاصتين وتوفت، وكمان هدول ما شافوا مين اطلق عليهم النار. بعد هيك اصدرت الشرطة اول تصريح رسمي بانه حادثة اطلاق النار على كريستين وديال بتشبه الحوادث السابقة، والرصاص اللي انصاب فيه الضحايا كله كان عيار 44، والواضح انه الكاتل بيستهدف الشابات اللي شعرهن داكن وطويل. وقال رقيب الشرطة في نيويورك ريتشارد كولون انهم بدوروا على مشتبهين متعددين مش مشتبه واحد، لانه كل واحد من الضحايا بيعطي اوصاف بتختلف عن التانية. في منهم قال انه المهاجم شعره اشقر، واللي قال شعره اسود. رسموا عدة رسومات للمشتبه فيه، وفي مساء يوم 10 مارس القاتل اطلق النار على الطالبة فرجينيا اللي عمرها 19 سنة وهي راجعة من المدرسة، وحاولت تدافع عن حالها ورفعت كتاب المدرسة في وجهها لكن انصابت في راسها وماتت فورا. والساعة 3 على الفجر من يوم 17 ابريل سواق الشاحنة ألكسندر آيسو وفالنتينيا طالبة وممثلة وعارضة ازياء عمرها 18 سنة قاعدين في سيارة لأخو آيسو، فإجا الكاتل نفسه أطلق عليهم 4 رصاصات. فالنتينيا انصابت برصاصة واحدة وماتت، أما ألكسندر تصاب برصاصتين في رأسه ومات في المستشفى. الشرطة وجدت رسالة في مسرح الجريمة مكتوبة بخط الإيد اتضمنت سخرية وشتائم للشرطة ومحاولاتهم الفاشلة عشان يقبضوا عليه ويعرفوا، وكان كاتب عن معاناته في طفولته، وكان محتوى الرسالة لقد أهنتني بوصفك لي أنني أكره النساء، أنا لست كذلك، أنا ابن سام، أنا وحش لكنني شقي قليلا، كان أبي قد تعرض لعدة نوبات قلبية وعندما يشرب يصبح شريرا ويضرب عائلته، وبعض الأحيان يبقيني محبوسا في العلية، لا أستطيع الخروج، أنظر من النافذة وأرى العالم يمر، أشعر بأنني غريب، أصبحت مبرمج على القتل وإراقة الدماء، لإيقافي يجب أن تقتلني، أطلق النار علي أولا أو ابتعد عن طريقي وإلا ستموت، انتبهوا يا رجال الشرطة سأعود إليكم، أحب حياة التجول في الشوارع والبحث عن صيد لذيذ وأتمنى لكم عيد فصح جيد ابن سام. وفي حوالي الساعة 3 فجرا من يوم 26 يونيو كانت جودي بلاسيدو خريجة الثانوية راكبة في سيارة مع صديقها سال لوبو وهو مساعد ميكانيكي، فجأة انطلقت 3 رصاصات على السيارة، انصاب لوبو برصاصة بيده وجودي انصابت بكتفها، ومع هيك الاثنين نجوا من الحادث. قالوا قبل ما يطلق عليهم النار بلحظات كانوا يناقشوا قضية ابن سام. وفي يوم 31 يونيو عام 1977 كانت السكرتيرة موسكوفين قاعدة مع حبيبها في احدى الحدائق العامة وما كانوا مخدين راحتهم، فراحوا ركبوا في السيارة وفجأة انطلق عليهم رصاص حتى قبل ما يسكروا باب السيارة. ستايسي ماتت برصاصة في راسها، وبوبي حبيبها تعرض لرصاصتين وانصاب بالعمل كلي. وبالصدفة كان في رجل اسمه تومي زينو شاف اطلاق النار وشاف القاتل بيهرب وبيتخبى في المنتزه، ولاحظ المحققين انه ستايسي هي الضحية الوحيدة الشقرة من بين كل الضحايا. في يوم الحادثة عملت الشرطة تحقيق مكثف في المنطقة اللي صارت فيها الحادثة، وفي سيدة قدمت افادتها وقالت انها شافت شرطة مرور بخالف سيارة صفرة، وبعد هيك مر جنبها رجل بيحمل كياس سودا فخافت ورجعت لبيتها بسرعة، وقبل ما توصل للبيت سمعت صوت اطلاق النار. عملت الشرطة فحص لكل السيارات اللي سجلوها في المنطقة واستجوبوا أصحابها، وكان من بين السيارات سيارة صفرة من نوع فورد جالاكسي، وهذه السيارة سيارة ديفيد، وفورا توجهت دوريات الشرطة للمبنى اللي بسكن فيه ديفيد وفتشوا سيارته اللي واقفة عند البناية ولقوا مسدس من نوع بلدوغ 44 في كيس من الورق وشنطة مليانة رصاص وخرائط لمسح الجريمة ورسالة تهديد موجهة للمفتش تيموثي داود المسؤول عن القضية. قررت الشرطة تنتظر ديفيد لما يطلع من الشقة وتقبض عليه بدل ما يصير قتال مسلح مع الشرطة لأنه ديفيد مسلح. وبعد ساعتين من الانتظار طلع ديفيد من شقته وركب سيارته، وفجأة قرب المحقق جون فالتيكو من جهة السواق ووجه المسدس على راسه، والشرطة حوطت السيارة والمحقق قال له الآن بعد ما حصلت عليك من أنت؟ ورد عليه ديفيد وكان يضحك أجل لقد حصلت علي أنا ابن سام،
فقال أنت سام؟ سام من؟ رد ديفيد أنا سام ديفيد بيركويتز. الشرطة فتشت شقته ولقتها مكركبة وفيها كتابات شيطانية على جدران الشقة، ولقوا مذكراته لما كان عمره 21 سنة، وكان كاتب في مذكراته أنه مسؤول عن مئات الحرائق، تقريبا 1400 حريق في جميع أنحاء مدينة نيويورك. تم استجواب ديفيد لمدة 30 دقيقة من يوم 11 أغسطس عام 1977. ديفيد اعترف بكل الجرائم اللي عملها بسهولة جدا، وقال أنه بده يعترف بالذنب اللي عمله، وزعم أنه كان بيقتل بأوامر من الشيطان، وقال ان الشيطان كان بيتجسد على هيئة كلب جاره سام كار اللي كان بيمتلك كلب لبرادور اسود، وقال ابن سام انه في شيطان سيء بيسكن في جسد هذا الكلب وبحب دم الفتيات الجميلات، ومن هنا اطلق على حاله لقب ابن سام. وعرضوه على الطب النفسي وقال انه في طائفة شيطانية ساعدته على القتل، وانه زملائه جون ومايكل كار وهم ابناء سام كار ساعدوه بمهمته. وختم كلامه هناك أبناء آخرون إن الرب سيساعد العالم. عمل الأطباء 3 فحوصات لصحته وقالوا إنه مؤهل للمحاكمة. محامي الدفاع نصحه إنه يقدم إقرار بالبراءة بحجة الجنون، لكن ديفيد رفض، وفي المحكمة كان هادي جدا واعترف في الجرائم اللي عملها كلها وما كان باين عليه الندم. وعند النطق بالحكم عمل ابن سام اشي غير متوقع، حاول يقفز من شباك قاعة المحكمة في الطابق السابع لكن مسكوه بسرعة في اخر لحظة، وكان معصب كتير وصار يصرخ ويقول ستايسي ضحية الاخيرة كانت عاهرة، سأقتلها مرة اخرى وسأقتلكم جميعا. والمحكمة لما لقته بيحكي هيك أجلت المحاكمة وقررت تعمل له فحص نفسي. فعلا اتبين انه مجنون ومريض نفسي، وانحكم عليها لمدة 25 سنة لكل جريمة قتل، وتمت إدانته على 6 جرائم قتل، وبعدين أرسلوا لسجن أتيكا شمال نيويورك. بالرغم من اعتراض هيئة الإدعاء لأنه اعترافه بالذنب خلاه مؤهل للإفراج عنه بعد 25 سنة، ومع هيك ما زال محبوس في نيويورك لحد اليوم. وبس هيك بتنتهي قصتنا لليوم، وإن شاء الله تكون القصة عجبتكم، وشاركونا رأيكم بالتعليقات، ولا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا دعمكم يا إخوان عشان نستمر وننزل لكم كل يومين أو 3 فيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.